السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الحصة الرابعة، أنواع التربة وخاصيتها، ضمن الوحدة الثانية التربة لوسول من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا الأهداف ديال هذا الدرس هو التعرف على أنواع التربة والخصائص ديالها. إذا الهدفان هو أقارن أنواع التربة من خلال نفاذية الماء وأستنتج مميزات التربة الصالحة للزراعة. غنعرفوا شنو هما المميزات ديال التربة الصالحة للزراعة. باش نقولوا على واحد التربة هي صالحة للزراعة شنو خصو يكون فيها. إذا كما دائما غادي نبداو بهذه الصورة ديال الانطلاق، وكذلك ألاحظ إذا صورة الانطلاق كيبان لنا فيها تربة رملية، يعني تربة عبارة عن رمال، وكيبان فيها أشجار. إذا غادي نقراو هاد ألاحظ: خلال رحلة إلى الجنوب لاحظ سعيد أن النباتات التي تنمو فوق التربة الرملية تكون قليلة ومتفرقة، وأن الماء ينفذ بسهولة بين مكونات الرمل. مزيان. إذا في واحد الرحلة إلى الجنوب، إلى جنوب المغرب، شنو لاحظ سعيد؟ لاحظ بأن النباتات التي تنمو فوق التربة الرملية، يعني هذه التربة الرملية، النباتات اللي كتنمو عليها كتكون قليلة، يعني قليلة ومتفرقة ومتباعدة. كما كتلاحظوا هنايا شجرة، وهنا شجرة، وهنا عاوتاني شجرة. إذا هنايا هاد النباتات كما كتلاحظوا هاد الأشجار قليلة ومتفرقة، صافي. وقال لك عاوتاني بأن الماء كينفذ بسهولة بين مكونات الرمل. يعني مثلا إلا جبت قرعة وكبيتي الماء في الرمل، غادي داك الماء دغيا يسفو داك الرمل، صافي. اذا في نظركم وانطلاقا من هذا الوضعيه وكذلك الصوره، شنو غادي يكون هو سؤال تقصي؟ صافي، سؤال تقصي. اذا نحاول، انا عندي هنا واحد الجدول مرسوم، لان اولا سؤال التقصي نكتبه سؤال التقصي، وهنا الفرضيات كما عودتكم كنكتب ورقه مستقله. اذا بالنسبه للحصه، دائما بالنسبه للحصه 4، أنواع التربة وخاصياتها، صافي، وخاصياتها. إذا السؤال التقصي اللي غادي يجي لي مع هذه الوضعية، وهو طبيعة الحال حنا كنبحثوا على أنواع التربة، إذا غادي نعرفوا ما هي مميزات التربة كذلك الصالحة للزراعة. أولا نديروا ما هي أنواع التربة وما الفرق بينها، بينها ياك. نزيد كذلك بماذا تتميز التربة، باش كتميز التربة الصالحة، الصالحة للزراعة. هذو ما أسئلة التقصي. نديرو فرضيات. افترض أن، قلنا كنبداو بأفترض أن، افترض أن التربة هي أنواع متعددة. التربة الطينية، التربة الرملية، إلى غير ذلك. هذا الافتراض الأول، قد يكون صح قد يكون خطأ. أفترض أن التربة الصالحة للزراعة، للزراعة، تكون غنية بالمواد العضوية مثلا. افتراض الأخير أو افتراض آخر، أفترض أن التربة الصالحة للزراعة لها نفاذية ضعيفة، نفاذية ضعيفة للماء، ضعيفة للماء، يعني ما كتنفذش الماء بزاف. إذا هادو هما أسئلة التقصي، وهادو هما الفرضيات اللي افترضنا، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. باش غنتحققوا من الفرضيات واش صحيحة ولا خاطئة، دراسة أتحقق، هاد الأنشطة اللي عندي في أتحقق، تابعوا معايا. إذا أتحقق، أنجز المناولة التالية. إذا هاد المناولة، مناولة واحد هي اللي غادي ننجزها، مناولة للكشف عن نفاذية التربة للماء. غادي نقارنوا النفاذية هاد التربة، عندنا تربة رملية، تربة طينية، وتربة مختلطة. إذا أصب لترا واحدا من الماء، يعني كنجيب يترو ديال الماء في كل حالة، وكنصبو على 3 عينات من التربة. كنجيب 3 ديال العينات من التربة، هنا تربة رملية، هنا تربة طينية، هنا تربة مختلطة. كنكب داك اللتر ديال الماء في جميع هاد التربات هادو، وكنلاحظ، كنبقى نلاحظ شحال غادي يدوز ليا ديال الماء. لاحظ بالنسبة للتربة الرملية، بالنسبة للتربة الطينية، بالنسبة للتربة المختلطة. إذا احسبوا كمية الماء التي تم الحفاظ أو الاحتفاظ بها في كل تربة. إذا الاحتفاظ بها في كل تربة، لاحظ هنا شحال كبيت، كبيت يترو، شحال دازلي، دازلي 0.9، وبالتالي شحال بقى؟ بقى
بقات لي 0.1 لتر، هي اللي بقات لي فين؟ بقات لي في التربة الرملية. بالنسبة للتربة الطينية هي التربة الثانية اللي اللون ديالها برتقالي، شحال درت ديال الماء؟ 0.1 لتر، وبالتالي شحال بقى؟ بقى بزاف، يعني بقات 0.9 لتر ديالاش ديال الماء. بالنسبة للتربة المختلطة شحال داز؟ داز 0.7، يعني شحال بقى؟ بقات 0.3 لتر. هذا الشيء اللي بقى في هذه التربة المختلطة. سؤال موالي، أحدد التربة الأكثر نفاذية للماء بوضع علامة فيه في الخانة المناسبة. شكون هي في نظركم التربة اللي كتنفذ الماء بزاف؟ طبيعة الحال هي التربة الرملية. علاش؟ لأن نفذت 0.9 لتر، يعني تقريبا داك اللتر كامل نفذ من التربة الرملية، وبالتالي التربة الرملية هي الأكثر نفاذية للماء. مزيان، إذا أكتب اسم التربة الأكثر جودة للزراعة من حيث نفاذية الماء. إذا في نظركم فين هي التربة الأكثر جودة للماء، أكثر جودة للزراعة من حيث نفاذية الماء؟ واش هي التربة الرملية اللي كتدوز بزاف ديال الماء، ولا التربة الطينية اللي كتخلي الماء فيها بزاف، ولا التربة المختلطة اللي هي معتدلة كتدوز 0.7 وكتخلي فيها واحد 0.3؟ إذا من طبيعة الحال هي التربة المختلطة. علاش؟ لأنه التربة بطبيعة الحال خصو يبقى فيها شي شوية د الماء، وما خصهاش تخلي بزاف ديال الماء، لانه الا بقى بزاف ديال الماء ما كينبتش داكشي اللي فيه. سي بور سولا التربه الصالحه للزراعه هي التربه المختلطه، التربه المختلطه هي التربه المختلطه. صافي، ندوزو للتمرين الثاني او النشاط 2 اللي هو اون فرونسي. جوبسيرف لو طابلو اي جو كومبليت باغ لي مو سويفون. غادي نلاحظ هذا الجدول هذا وغادي نكمل بهذه الكلمات هذو. بون جيد، امبورطونت مهم، اباندونت اللي هو وفير، نول يعني صفري، وفابل يعني ضعيف. مزيان، سول ارجيلو، سول ارجيلو هي التربة الطينية، هاي التربة الطينية. بالنسبة لسول سابلو هي التربة الرملية، هاي نكتب لها الرملية. بالنسبة للتربة سول ميكست ستادير المختلطة، صافي المختلطة يعني التربة مختلطة. مزيان، دابا نشوفوا هاد لي فاكتور هادو المحددات. الكومباكسيون شنو هي؟ كومباكسيون هي التماسك، يعني التماسك ديال التربه. بوغوزيتي اللي هي المساميه. بالنسبه للبيرميابيليتي هي النفاذيه. لايغاسيون اللي هي التهويه. ماتير اورغانيك اللي هي المواد العضويه، مواد عضويه صافي، او الماده العضويه. مزيان، دابا غنشوف سول ارجيلو بالنسبه للتربه الطينيه فيها تماسك فورت، كومباكسيون فورت، بوروزيتي فابل، و البيرميابيليتي فابل ضعيفة، لايغاسيون التهوية كيفاش كتكون؟ كتكون نول، كتكون قليلة بزاف داك التهوية في التربة الطينية. بالنسبة للماتيغ اورغانيك بطبيعة الحال غادي تكون فابل. بالنسبة للسول سابلو ستادير التربة الرملية، بالنسبة للتماسك ديالها فابل. انشد مثلا حفلة ديال الرملة ورميها راه تفرق، يعني غتفرق، داكشي علاش الكومباكسيون ديالها ضعيفة. بالنسبة للبوروزيتي موين، بيرميابيليتي بالنسبة للبرميابيليتي التربة الرملية، التربة الرملية البرميابيليتي ديالها يعني النفاذية ديالها، النفاذية ديالها امبورطونت يعني مهمة جدا، وهي الأكثر نفاذية للماء امبورطونت. صافي، دونك مشات ليا نول، ومشات ليا فابل، ومشات ليا امبورطونت، وبقى ليا اباندونت، وبقات ليا بون. مزيان، دونك لايغاسيون سي بون، فابل كونتيتي دو ماتيغ اورغانيك. بالنسبة للتربة المختلطة سول ميكست موين بالنسبة للكومباكسيون، بالنسبة للبوروزيتي المسامية مرتفعة، بالنسبة للبرميابيليتي متوسطة، النفاذية متوسطة، بالنسبة للايغاسيون تهوية، تهوية بون يعني مزيانة. فابل كونتيتي، واش فابل كونتيتي ولا موين كونتيتي ولا اباندونت؟ اباندونت، اباندونت يعني مواد عضوية وفيرة في هذه التربة، يعني مواد عضوية وفيرة في هذه التربة. جاوبوا على الأسئلة اللي هنايا. جو كومبار لي تخوا تيب دو سول، يعني سأقارن هاد الثلاثة ديال الأنواع ديال التربات. إي جيكخي لو نون دو سول لو بلو كومبار، غادي نكتب هنايا الاسم ديال التربة اللي أكثر تماسكا. فين هي التربة الأكثر تماسكا؟ واش هي السول أرجيلو ولا السول سابلو ولا السول ميكست؟ اكثر تماسكا هي هاي كومباكسيون، هنا فورت، هنا فابل، هنا موين. شنو هي لي فورت؟ هاي هي سول ارجيل، سول ارجيل هي اكثر تماسكا، ارجيل سول ارجيل. كيسيون سويفونت، جو ديتيرمين لو سول لو بلو فافورابل ا لا كولتور. شنو هي التربه
الأكثر جودة للزراعة، التربة الأكثر جودة للزراعة بطبيعة الحال هي السول ميكست، لو سول ميكست يعني التربة المختلطة. علاش؟ لأنها عندها الكومباكت سموية، عندها المسامية مرتفعة، عندها النفادية متوسطة، عندها التهوية مزيانة، وفيها الماتيغ أورغانيك، وذاك الماتيغ أورغانيك هما اللي كيساهموا تخصيب التربة. صافي جو جيستيفي، يعني غادي نعلل الجواب ديالي، يعني علاش قلت هذا السول ميكس، هذه التربة المختلطة هي اللي فافورابل على كولتور، يعني الأكثر جودة للزراعة. مزيان. دونك باسكيل حيتاش هي، باسكيل لو سول باسكيل عندها اون كومباكسيتي، كومباكسيون اللي قلتها شفويا، كومباكسيون مويان، بوروزيتي الفي، شنو اخر؟ بيرميابيليتي ليتي اللي هي مويان، شنو اخر؟ عاوتاني لايغاسيون بون، اي ماتيير اورغانيك نيك ابوندونت. صافي ابوندونت. ندوزو مانتونو الاستخلص، الاستخلص غادي نكتبها لكم هنايا. دونك استخلص ملخص اللي وصلنا له، بان التربة انواع متعددة، منها التربة الرملية، والتربة تبعوا معي، والتربة الطينية، والتربة الرملية الطينية، لأن التربة الرملية الطينية هي التربة المختلطة، هي يعني المختلطة، وهي تختلف في عدة خاصيات. دونك هاد التربة كتختلف في عدة خاصيات، من بين هذه الخاصيات منها نفادية الماء. هي درنا التجربة في أول تجربة في أتحقق. تتميز التربة، لأن التربة كتميز صالحة للزراعة، للزراعة، لأن التربة الصالحة للزراعة كتميز بعض الحوايج بعدة خاصيات، منها المسامية الجيدة، إذا مسامية جيدة، والنفادية المتوسطة، زيد شنو آخر، والتهوية الجيدة، والتوفر، هذا أهم حاجة، والتوفر على نسبة كبيرة من المواد العضوية. اذا كيكون فيها واحد النسبه كبيره ديال المواد العضويه. اذا هذا هو الاستخلاص اللي وصلنا ليه. صافي دابا غندوزو الاطبق. صافي انتبهوا معايا في اطبق، عندي ثلاثه ديال لي زيكزارسيس هنا. لا بروميير كيسيون، اضع علامه في خانه مميزات التربه الصالحه للزراعه، يعني غادي ندير علامه في فقط في المميزات ديال التربه الصالحه للزراعه. شنو قلنا؟ التربه الصالحه للزراعه عندها بزاف ديال الخاصيات، المسامية الجيدة، النفادية المتوسطة، التهوية الجيدة، والتوفر على نسبة كبيرة من المواد العضوية. إذا أولا مسامية جيدة، نفادية ضعيفة لا، كثرة المواد العضوية نعم، تهوية جيدة صحيح، كثرة العناصر الطينية خطأ. صافي إذا هادو هما المميزات ديال التربة الصالحة للزراعة. ندوزو لكيستيون دو، جونتور لي كوز كي فون دو سول أرجيلو ان سول ديفافورابل على لا كولتور. شنو هما الاسباب اللي كيخليو التربه الطينيه تكون تربه غير صالحه للزراعه؟ واش كومباكسيون فورت، يعني التماسك اللي هو كبير، ولا بونايغاسيون تهويه مزيانه، ولا فابل بيرميابيليتي عندها نفاديه ضعيفه، ولا ماتيير اورغانيك ابوندونت، ولا وفره المواد العضويه، ولا دي بور بو نومبر، يعني ثقب او حفر طبيعه الحال فيها غادي يكون كومباكسيون فورت، عندها واحد التماسك اللي هو كبير، كيكون عندها فابل بيرميابيليتي، داك التماسك اللي كبير كيخلي الماء ما كيهودش منها، وكذلك كيكون فيها دي بور بو نومبر، يعني هما اللي ما كيخليوش الماء يدوز، داك لي بور، داك الثقب اللي هما كيكونوا قلالين. سؤال ثلاثة، اكتب في البطاقة نوع التربة الأقل احتفاظا بالماء. إذا التربة الأقل احتفاظا بالماء من طبيعة الحال هي التربة الرملية، هي اللي كتحتفظ بأقل نسبة من الماء. إذا التربة الرملية
صافي، التربة الرملية هي اللي ما كتحتفظش بزاف على الماء. أعلل جوابي، إذا نعلل الجواب ديالي بوضع العلامة هنايا، إذا في الخانة المناسبة، لأنها تتميز بنفادية مهمة، لأنها تتميز بنفادية متوسطة، أو لأنها تتميز بنفادية ضعيفة. لأنها تتميز بنفادية مهمة بطبيعة الحال. إذا أقل تربة تحتفظ بالماء هي التربة الرملية اللي كتحتفظ بأقل نسبة من الماء، لأنها تتميز بنفادية مهمة، لأن النفادية ديالها كبيرة بزاف. صافي، مهمة جدا، امبورطونت. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحة 26 من كتاب المتعلم والمتعلمة، منها النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.